أشاد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بالنهج الحكيم والإنساني الرفيع لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي. وأكد معالي رئيس مجلس النواب بمناسبة اليوم العالمي للتسامح أن مملكة البحرين حريصة على ترسيخ قيم ومبادئ التسامح الديني والوحدة الوطنية والتعايش السلمي، وتمتلك رصيدا عريقا ثقافة وطنية وثوابت راسخة ومنظومة تشريعية وتنفيذية رائدة وواقعا ملموسا في مجال التسامح والتعايش السلمي والحريات وحقوق الإنسان. أشار معاليه إلى أهمية المبادرات الملكية السامية على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال تدشين إعلان مملكة البحرين كوثيقة عالمية لتعزيز التسامح وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وكرسي الملك حمد للدراسات والحوار والسلام والتعايش بين الأديان في جامعة سابينزا الإيطالية. أضاف معاليه أن مملكة البحرين حرصت على تضمين قيم ومبادئ التسامح والتعايش السلمي واحترام التعددية وقبول الآخر في كافة برامجها ومشاريعها التعليمية والثقافية والإعلامية والتنموية وتنميتها في المجتمع وبين الناشئة والشباب، مع كفالة ممارسة الحقوق والشعائر الدينية لجميع الأديان والمذاهب بحرية وطمأنينة، مؤكدا حرص الدبلوماسية البرلمانية على إبراز المنجزات الحضارية والنجاحات المتعددة لمملكة البحرين في مجال التسامح والتعايش وإيصال الرسالة البحرينية الإنسانية.